بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية حقيقة أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية إشراق على دعوتهم الكريمة لتسجيل هذه المادة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها كل من شاهدها أو سمعها. الحقيقة الموضوعنا سيكون في محور الانتباه وكيف تحدث عملية الانتباه. من خلالها سنتعرض للانتباه مع مجموعة العمليات العقلية الأساسية، حيث أنه يؤثر بها ويتأثر فيها، وبالتالي لن نستطيع أن نتعرف على مشاكل الانتباه إلا من خلال التعرف على كيفية حدوث الانتباه. ولذلك سيكون حديثنا عن الانتباه ليس منفصلا بقدر ما سيكون تركيزنا على الانتباه في هذا الموضوع. بداية، ما هو الانتباه؟ تركيز بؤرة الشعور في شيء معين لمدة زمنية معينة. وهنا نحن نتحدث عن موضوع التركيز، والتركيز هو جزء من الانتباه، يعني الانتباه تركيز لمدة 3 دقائق، انقطاع سمى بالتموج، ثم عودة التركيز مرة أخرى لمدة 3 دقائق، كل هذا ذا يسمى انتباها. طيب، احنا نبي نعرف بالضبط كيف تحدث العمليات، أو كيف تحدث عملية التعلم، وما دور الانتباه فيها. لأي عملية تعليمية يريد أن يتعلمها الإنسان، لا يمكن أن تدخل هذه العملية التعليمية إلا من خلال حواسه. يعني أي معلومة يمكن أن تدخل إلى دماغ الإنسان لمعالجتها لا يمكن أن تدخل إلا من خلال الحواس الخمس. وبالتالي المعلومة الأولى أو ما يسمى بالتعرف على الأشياء من خلال إما الجانب البصري أو الجانب السمعي مع بقية الحواس الأخرى، لكن الطفل يبدأ يتعلم من خلال استخدام حواسه كاملة، ثم بعد ذلك يبدأ هنالك تفضيل حسي سواء بصري أو سمعي لبقية الناس. لكن الذي نقصده أو نريد أن نتحدث عنه في هذا الجانب ليس موضوع الحواس أو الجانب الحسي، لأنه فقد الحاسة أو فقد جانب حسي يعني ذلك إعاقة، وبالتالي نحن نخرج من قالب اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، ونحن نريد أن نركز على هذا الجانب في حديثنا عن الانتباه. إلا أن حديثنا عموما عن الانتباه هنا، حتى أيضا نفصل أن ليست كل مشكلة انتباه هو ADHD أو فرط حركة وتشتت انتباه. سيكون لنا مع ذلك حديث إن شاء الله لاحقا حول هذا الموضوع، لكن نعود مرة أخرى للحواس. تعطل أي حاسة بإعاقة معينة يعني تغير مجريات التقاطها، وبالتالي تغير مجريات معالجتها في الدماغ. فإذا كانت هنالك الحاسة، حاسة السمع وحاسة البصر، ستكون العمليات الدماغية المعالجة إما بصرية أو سمعية، وقس على ذلك ما تقيسه. أيضا ليس هذا هو الموضوع الذي نريد أن نعرج عليه بشكل أكبر. الموضوع الذي نريد أن نعرج عليه بشكل أكبر هو ما يسمى بالنواقل الحسية. وماذا نقصد بالنواقل الحسية؟ النواقل الحسية عند ما تكون الحواس في حالة سليمة، أي لا يوجد خلل في الحواس ويتم التقاط المعلومات. هنالك رحلة من التقاط المعلومات سواء البصرية، يعني عندما يتم التقاطها بصريا إلى أن تصل إلى الدماغ، هذه تسمى بحالة النقل الحسي، ولذلك ما يكون نقل بصري أو نقل سمعي. في حالة النقل الحسي هذه أحيانا يحدث يعني مشكلة، إما بطء في النقل الحسي هذا أو تشويش، بحيث أنه حاسة السمع والبصر تنقل المعلومات في آن واحد، وبالتالي يحدث هنالك تشويش. عندما تصل المعلومة إلى الدماغ ليست معلومة سليمة، بالتالي المعالجة لن تكون معالجة سليمة، وبالتالي الخلل هنا يكمن في الجانب النواقل الحسية.
على المتخصصين أنه يتعرفون تحديدا على أين تكمن المشكلة، تحديدا لاقتراح بعض الإجراءات العلاجية لها. بعد أن يتم النقل الحسي مثل ما ذكرنا قبل قليل، تصل المعلومات إلى الدماغ، وعندما تصل المعلومات إلى الدماغ هنالك مراكز معنية بالانتباه تقوم بعملية فرز المعلومات. طيب، كيف يحدث فرز المعلومات أو كيف تحدث عملية فرز المعلومات؟ نحن نسبح في محيط كبير من المثيرات، نشاهد صور كثيرة، نسمع أصوات كثيرة، إلا أن هنالك شيء هو الذي في طور اهتمامنا، هو الذي الشيء الذي نحن نركز عليه، أو هو الشيء الذي نريد أن ننتبه له، والأشياء الأخرى نحن هي موجودة، نعي بوجودها في محيطنا، لكنها ليست الجانب الأساسي لانتباهنا. ولذلك هنالك ما يسمى بالانتباه الإرادي والانتباه اللا إرادي. الانتباه الإرادي هو الانتباه الذي نحن نختاره، يعني نختار هذا الجانب ونقوم بعملية التركيز عليه أو يعني الاهتمام به، ولا نقوم ب يعني نعي بالجوانب الأخرى لكن لا نقوم بالانتباه لها. على سبيل المثال، لما يكون أحدنا أو أحد منا يقف في إشارة المرور مثلا، على سبيل المثال هنالك سيارات قريبة منه وهنالك أناس يعني يمشون في جادة الطريق، وهنالك أيضا محلات تجارية مختلفة في ما تبيع، وهنالك لوحة إعلانات، وهنالك الإشارة الضوئية. هل يعني ذلك أننا نحن أو المعلومات التي تدخل أدمغتنا فقط الإشارة الضوئية لننتبه لها؟ لا، ما يدخل لأدمغتنا هو كل شيء محيط بنا، لكن الذي يتم عليه التركيز في معالجته هو الإشارة الضوئية، حيث أن التركيز يكون عليها حين تتحول من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر، ما يعني انطلاق السيارة أو تجاوزها للإشارة الضوئية وهكذا. إذن الجوانب الإرادية والجوانب اللا إرادية مهمة جدا أن نعرفها ونعرف ما يعني ماذا تسبب. طيب خلينا نعرف بالضبط كيف تحدث المشكلة فيما يسمى بالانتباه الإرادي والانتباه اللا إرادي. بعض الأطفال يكون الانتباه عندهم إرادي لكل الأشياء المحيطة بهم، وبالتالي هذا يسبب صعوبة كبيرة جدا، مما يجعله متشتت، أي ينتقل من مثير إلى مثير آخر نتيجة لمحاولته إدراك كل المثيرات التي حوله. وبعض الأطفال أيضا يكون انتباههم بشكل كامل لا إرادي، وبالتالي هذا الطفل لا يكون محور اهتمامه أي شيء آخر، وبالتالي تصبح عنده أيضا ضعف أو ما يسمى بضعف الانتباه. سنتحدث عن هذا بشكل أكثر تفصيلا إن شاء الله لاحقا، لكن نريد أن نتحدث عن ما يسمى بالانتباه الإرادي وكيف تحدث المشكلة في هذا الجانب. طيب، لما نقول قضية الانتباه الإرادي والانتباه اللا إرادي، فإشكالية الأطفال أو حجم المشكلة بالنسبة للأطفال بالنسبة للانتباه الإرادي، أنه هو لديه موضوع معين يريد أن ينتبه إليه، يعني متبوعا برغبته، ونحن لدينا مهمة تعليمية نريد أن نعلمها للطفل لكنها ليست متبوعة برغبته، ولكننا نثير حيز انتباهه حولها أنها مطلوبة. إذن يصبح لديه ماذا؟ يصبح لديه جانبين، جانب إرادي، الجانبين في الجانب الإرادي أو موضوعين في الجانب الإرادي. وهنا نعلم أو نحس بحجم الجهد الذهني الذي يمكن أن يبذله الطفل لمعالجة هاتين العمليتين معا. ناهيك عندما تكون هنالك أكثر من عملية عقلية
أو أكثر من مثير عفوا إرادي وتصبح إرادية لدى الطفل، ما هو الحجم الإثارة التي يمكن أن تصبح لدى هذا الطفل؟ ولذلك يشعر بعض الأطفال في هذه المرحلة بانزعاج كبير نتيجة لأنهم يبذلون جهدا دماغيا عاليا في معالجة عدد كبير جدا من المثيرات التي أصبحت في الحيز الإرادي. يظهر لدى الطفل بعض الأحيان نوبات الغضب، الانزعاج، الإحباط، كثير من المظاهر التي السلوكية التي تنبئ عن انزعاج الطفل. ولذلك من الواجب علينا أن نستثمر بعض الاستراتيجيات التي تساعد على تخفيف هذه المثيرات. وقد ذكرت كثيرا الحقيقة في أكثر من محفل أنه عندما ندرس الأطفال في الصفوف الدراسية يجب أن نخلي الصفوف الدراسية من جميع المشتتات، حيث نحضر فقط الموضوع الذي نريد أن ندرس الطفل عليه، ونقوم بوضع هذه الوسيلة أمامه حتى يستطيع التركيز على الموضوع الذي هو يعني يريد أن يتعلمه. لكن وجود العديد من الصور والعديد من الأشكال داخل الصف تسبب يعني مشكلة بالنسبة للطفل من انتقال انتباهه من محور إلى محور، وبالتالي هذا يؤثر على حيز انتباهه وكذا، وبالتالي حيز يعني تعلمه. طيب، إذا كان هذا هو موضوع الانتباه أو هذه هي الفكرة بالنسبة للانتباه الإرادي والانتباه إلا إرادي، إذن ما هي العوامل المؤثرة في جانب الانتباه؟ إذا أردنا أن نعرف بالضبط إيش العوامل اللي ممكن أنها تؤثر في جانب الانتباه، العامل الأول هو طبيعة العقل البشري. يعني طبيعة العقل البشري نحن مختلفين في أساليب تعلمنا وفي إدارة أدمغتنا للمعلومات، ونحن مختلفين بشكل كبير. ولذلك المقولة التي يعني ينهجها كثير من الآباء والأمهات أو حتى المعلمين، لماذا لا تكون مثل فلان؟ فلان متميز في المدرسة، لماذا لا تكون مثله؟ كثيرا من المتميزين في المدرسة أحيانا لا يكونون ربما متميزين خارج المدرسة، وكثيرا من غير المتميزين في المدرسة والذين يعتبرون إما في الوسط وإما أقل في العادة ربما يكون عندهم تميز خارج بيئة المدرسة. إذن نحن مختلفين، المدرسة تقدم قالبا معينا للمعلومات، وكذلك أيضا خارج المدرسة هنالك أيضا قالبا آخر. الطفل يستمر يتعلم من المدرسة ومن خارج المدرسة، وبالتالي هنا لا يجب أن نقارن أحدا بأحد، ويجب أن نعرف طبيعة تعلم كل طفل ونحاول أن نقدم له كيف يعالج أو كيف يدير هذه المعلومات أو يعالجها في دماغه. بالتالي طبيعة العقل البشري مختلفة لدينا، مما يظهر أيضا الفروق الفردية عندنا. يعني يظهر هذا الذي يظهر، ولذلك قضية أنه يكون لدينا فروق فردية هذا شيء جيد، نختلف عن بعضنا، لأن لو كان هنالك فروق فردية متطابقة لانزعجنا من بعضنا، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن تكون هنالك الفروق الفردية، مما أيضا هي يستدعي أن نتعرف على مثل هذه الفروق الفردية ونعلم الطفل من خلالها. الجانب الآخر المؤثر في موضوع في جانب الانتباه اللي هو نشاط الانتباه. بعض الأطفال يفضل النشاط الحركي، يعني ينتبه من خلال النشاط الحركي أو الأداة الحركية. بعض الأطفال لا يفضل هذا، بل أنه يسبب له تشتتا. كذلك أيضا عندما نتحدث عن موضوع الانتباه نفسه، وموضوع الانتباه إذا لم يكن موضوع الانتباه جاذبا للطفل فبالتالي هو سيتشتت. نحن نعرف أيضا أن قضية الرغبة
يعني أن يكون لدي رغبة في تعلم شيء معين أو التركيز له أو الانتباه إليه، هذا يعني شرط من شروط التعلم. نعرف أن شروط التعلم هي الممارسة والنضج وأيضا الرغبة أو الدافعية، فعدم وجود الدافعية ذلك بعض المواضيع أو بعض الأشياء لا تكون في طور دافعية الطفل، مما يجعل الطفل غير منتبه لها. لذلك طيب إذا أردنا أن نتحدث عن كيف تكون هذه المواضيع في حيز رغبة الطفل من خلال الخبرة السابقة، وهذا هو العامل الآخر اللي من عوامل الانتباه. الإنسان على سبيل المثال الخبرات السابقة للإنسان تساعد أو تساعد على أن يتجه للأشياء التي تكون فيها خبراته. على سبيل المثال لما أحدنا مثلا يزور معرض الكتاب ويكون تخصصه مثلا تخصصا علميا في العلوم في الطب في الفيزياء في الكيمياء في اللغة العربية في اللغة الإنجليزية أيا كان، لا تقع عادة لا تقع عينه إلا على الكتب التي في طور تخصصه، ولذلك هذا يكون مبنيا على خبرته السابقة. الطفل في الصحراء يختلف عن الطفل في الساحل. الطفل في الصحراء يجذب انتباهه الجمال الرمال وغيره من مكونات الصحراء، الطفل في الساحل يجذب انتباهه القوارب الأسماك البحر وغيره، وبالتالي هنا الخبرة السابقة تعزز وجود الرغبة نحو عنصر معين لينتبه له. ولذلك عندما نحضر بعض المواضيع ونريد أن نعلم الطفل لمواضيع معينة نذهب إلى المواضيع التي يفضلها. على سبيل المثال قد يكون مثلا أحد الأطفال يحب كرة القدم أو اللعب في الألعاب الإلكترونية أو أي شيء كان له تفضيل معين، ونحن نريد أن نعلمه القراءة والكتابة مثلا على سبيل المثال، نحن نحاوره أو نعطيه القطعة القرائية التي نريد أن يقرأها أو حتى يكتبها في موضوع اللاعب الفلاني الذي يفضله أو موضوع النادي الفلاني الذي يفضله، بالتالي ستكون أفكاره حول هذا الموضوع وتركيزه حول هذا الموضوع، بالتالي سيكون مستعداً أي ستوجد الرغبة عنده للانتباه لهذا الموضوع وتعلمه، وبالتالي سيكون مستعداً. حتى على بالمناسبة يعني حتى لو زودنا الطفل بقلم بلون حتى ناديه، يعني ربما يكون لونا معينا للون ناديه فبالتالي هو يكتب بنفس اللون المفضل لناديه، قس على ذلك ما تقيسه. إذا نحن نتماشى مع رغبة الطفل وخبراته السابقة التي يجمعها حول موضوع معين لنوصل له المعلومة أو لنعلمه موضوعا معينا. طيب هذا بالنسبة للعوامل المؤثرة في الانتباه، لكن هل يعني ذلك أن هذا كافي؟ لا، يجب أن نعرف أن الانتباه عنصر واحد من عناصر العمليات العقلية والتي يؤثر بها ويتأثر يعني فيها. وبالتالي هنا احنا تكلمنا عن النواقل الحسية وقلنا أنه هنالك مناطق للمعالجة الدماغية تعالج فيها المثيرات بحيث يتم تصفيتها واختيار المثير الذي يتم الانتباه له بناء على ما ذكرناه من يعني مؤثرات قبل قليل حول ما يسمى بالرغبة وطبيعة العقل البشري وغيره. بعد ذلك هذه المعلومات التي يدركها الطفل أو التي ينتبه لها الطفل تذهب إلى الإدراك، يصبح مدركا الآن للأشياء التي يتعلمها، أصبح لديه إدراك حولها. بعد ذلك يذهب إلى مرحلة التفكير، يعني الأشياء المدركة تتحول إلى مرحلة التفكير. طبعا مرحلة التفكير هنا يستجلب الطفل مجموعة من الأشياء المدركة ليصنع فكرة معينة في مرحلة التفكير، وفي حيز التفكير يختلف الناس، أيضا هذا ما يعزز ما يسمى بالفروق الفردية. ولذلك هنالك ما يسمى بالتفكير التباعدي والتقاربي والحدسي وغيرها من وفوق المعرفي وغيرها من أنواع التفكير الأخرى. ليش أنا وقفت فقط عند موضوع التفكير وحبيت أنه يعني أقف عنده شوي؟
لأنه كثير من الأطفال اللي عندهم ADHD يقفون عند هذه المرحلة، وهذه المرحلة هي مرحلة الدافعية، عندما يتصرفون بدون تفكير بالتالي تظهر عندهم المشكلة، فبالتالي هنا يعني تنتقل من الإدراك إلى التفكير، ما تصل إلى المرحلة الأخيرة مرحلة التذكر أو الذاكرة بحيث تصبح خبرة سابقة. يعني نبدأ بالإحساس، ثم بعد ذلك بالنواقل الحسية، ثم بعد ذلك بالانتباه، ثم بعد ذلك بالإدراك، ثم بعد ذلك بالتفكير، ثم بعد ذلك الموضوع الذي فكرنا فيه أو أصبح موضوعا يعني أخذ وقته في عملية التفكير واستخدم الاستراتيجية المعينة التي يفضلها الطفل في التفكير تتحول إلى أن تصبح خبرة سابقة أي في الذاكرة. وهنا الطفل في مرحلة الذاكرة هو بحاجة إلى أن يتعلم استراتيجيات التخزين، تخزين المعلومات واستخراجها، أي استراتيجيات الاسترجاع وهكذا. وبالتالي نعود مرة أخرى لقضية التفكير. بعض الأطفال الذين يعانون ربما من الـ ADHD يقف عند مرحلة التفكير وتظهر دافعيته، بحيث أنه يعني على سبيل المثال يسأل معلم سؤال في الفصل ويريد الإجابة عليه، يبدأ الطفل في الاجتهاد للحصول على فرصة الإجابة. بعد أن يحصل على فرصة الإجابة أو يطلب منه المعلم الإجابة، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الطفل يسأل الآن ما هو السؤال، أي أنه يريد فرصة فقط للإجابة، لكنه لم يسمع السؤال ولم يفكر في السؤال حتى. وبالتالي هنا نقول التصرف قبل التفكير، وهذه هي ما يسمى الاندفاعية. ذكرت الدافعية، ربما الاندفاعية. طيب، هذا بالنسبة للانتباه، وذكرنا أيضا أشكاله وعوامله. طيب، نريد أن نتحدث عن، يعني أريد قبل أن ندخل في موضوع الـ ADHD، أننا أو قبل الحديث عن موضوع الـ ADHD أن ننوع على موضوعين، سنتحدث عن هذا إن شاء الله في المقطع القادم، لكن هنالك فرق بين ما يسمى بضعف الانتباه وتشتت الانتباه وصعوبة الانتباه، وسنتحدث عن هذا إن شاء الله لاحقا. كذلك هنالك فرق بين ما يسمى بفرط الحركة والنشاط الزائد. بهذا نحن يعني أجملنا أو تحدثنا عن موضوع الانتباه بشكل عام، وتحدثنا عنه كيف يتكون الانتباه أو كيف يحدث الانتباه، وكيف نختلف نحن في طريقة انتباهنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا المقطع من سمعه ومن شاهده.